إن توجه الدولة إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة والتكنولوجيا يعد جزءاً هاماً من رؤية قطر الوطنية 2030. ومن أجل هذا تعمل وزارة المواصلات والاتصالات بكل طاقاتها لتحقيق هذه الرؤية، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي تطرحها لتعزيز استعادة كافة القطاعات في البلاد من استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي من شأنها إكساب جميع القطاعات مهارات جديدة والارتقاء بقدراتها نحو آفاق أوسع. إن برنامج التواصل الأفضل هو مبادرة مشتركة من وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. أصبح العمال من خلال هذا البرنامج أعضاء نشيطين في المجتمع الرقمي في دولة قطر، حيث يعزز البرنامج الرفاهية والسعادة والعمل على تحسين مستوى حياتهم. يمنح استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير المهارات الأساسية للعمال آفاقاً جديدة للعالم الرقمي، كما أنها تزيد من مهاراتهم في التواصل الاجتماعي، استخدام أجهزة الصراف الآلي، الثقافة المالية، الصحة والسلامة. ويحدث ذلك من خلال باقة من المصادر التعليمية التي تحاكي اهتمامات العمال وتوفر لهم الدورات التدريبية التي يقدمها 1500 متطوع، وكلها تقدم بلغات العمال الأم. كما يستطيع العمال في قطر الوصول إلى خدمات الحكومية الإلكترونية عبر بوابة حكومي بلغاتهم الأصلية من خلال 1500 قاعة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متصلة مجاناً بالإنترنت يتم إنشاؤها في أماكن سكنهم، ليبقى العمال على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم في وطنهم الأم. ويشعر أصحاب العمل أيضاً بالأثر الإيجابي، حيث تستفيد الشركات المنفذة للبرنامج من وجود قوة عاملة أكثر كفاءة ودراية، وتتمتع بمعنويات عالية تحظى بالدافع والحافز لزيادة الإنتاجية. إن المجتمع بأكمله يساهم في مشروع التواصل الأفضل ويستفيد منه، حيث تقوم المنظمات الحكومية والخاصة بالتبرع ب15,000 كمبيوتر للبرنامج على مدى سنتين، ويتم تجديد أجهزة الكمبيوتر من قبل الطلاب المشاركين في نوادي الكمبيوتر الأخضر التي أنشئت في المدارس الثانوية والكليات. هذه النوادي بمثابة مراكز محلية، حيث يتعلم فيها الطلاب الممارسة العملية حول الأجهزة والبرمجيات وتطوير مهارة حل المشكلات. كما أن هناك أثر بيئي إيجابي كبير لنوادي الكمبيوتر الأخضر للحد من النفايات الإلكترونية وزيادة وعي المجتمع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. برنامج التواصل الأفضل يغير حياة 1.5 مليون عامل، وأيضاً يعتبر عنصراً رئيسياً في مسيرة دولة قطر للارتقاء والسمو بتحسين مستوى المعيشة لدى الأفراد تماشياً مع أهداف البرنامج. معاً نبني قطر الذكية.